مساء الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين التومي مابس، معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا على الساحل، كنا وقفنا في سلسله اسكندريه مطروح عند سيدي حنيش، تمام. بنكمل ايه؟ بنكمل بقيه السلسله، نكملها واحده واحده كده، كل ما نبقى ايه، ما نبقى بعد سيدي حنيش كده نصور حاجه لحد ما نخش بقى مطروح. نبدا الفيديو. احنا لسه حالا معدين الدخله بتاعت سيدي حنيش وقريه العبد بقى وفندق كليوباترا وكل الحاجات اللي موجوده في سيدي حنيش، لسه معدينا من حاجه بسيطه قوي يعني. قفلنا اخر فيديو في السلسله نزل كان عند سيدي حنيش لما دخلنا قريه العبد. كده احنا يعتبر بنكمل ايه، مدخل قريه العبد اهو، هيبقى على يمنا في طريق الخدمات. بنكمل بقى من بعد قريه العبد نشوف هنوصل ايه. المفروض ان احنا رايحين المازا بيه، فهنكمل لحد المازا بيه، ومرة تانية بقى برضه نبقى نكمل سلسلة مطروح لحد ما نصادف ونخش ايه، ونخش مطروح. الكوبري ده معلهوش، بس في كذا لدار على كذا كوبري قبل كده، اللي هي الكباري اللي عليها اليوفط الاعلانية دي كنا صورناها قبل كده يعني. من بعد سيدي حنيش لسه ما صرفناش ولا لدار ثابت من اللي كان موجود قبل كده، متصور في الاجزاء اللي قبل كده. ما بين قرية العبد وفندق كليوباترا اللي هما في حنيش بتاع ايه، بتاع 10-12 كيلو كده يعني، بعديها ب10-12 كيلو بس. فهي لقينا ايه؟ لقينا الحتة دي ولا دي؟ لا دي الطريق بينتهي اساسا يعني، اللي كان ماشي في البطيء بيخرجوا يمشي معانا في المخرج اللي فات ده.
يا سلام، بقالنا سنين ما بنشوفش القطر ده وهو ماشي، بتاع مطروح اللي هو الفردة الواحدة ده، شايفينه يا جماعة اهو معدي منور اهو، درجة تالتة كله، مفهوش ولا تانية ولا أولى ولا أي حاجة، كل الشبابيك مفتحة، والناس إيه، الناس مفيش تكييف طبعا، الناس بتتكيف الهواء الطبيعي. اهي الدخلة دي يا جماعة اللي مكتوب عليها زيات دوران للخلف وطريق قرى سياحية، هي دي اللي احنا ايه اللي احنا نخش منها عشان نعرف ايه، نعرف نلاقي، لان لو فوتها ممكن ما تعرف، يعني الله اعلم ممكن ما تعرفش تخش من قدام، فخلينا ايه، خلينا في الامان، ولما تلاقي المطبات التحذيرية دي تعرف ان في واحد ايه، واحد كبير اهو. طبعا هي المازه مش عامله يوفط، لحد دلوقتي ما شفنا لهاش يوفط، يعني القرى السياحيه ابو مرقيق، مين ابو مرقيق الله اعلم، هي هتلاقي المنطقه هنا بقى، الحته اللي هنا دي اسمها ابو مرقيق. هي اليافطة بتاعتها اهي، بس طبعا لو ما كنتش دخلت من ورا كان عليه العوض بقى، هتروح تدور على اول ايه، اول مدخل للخدمات. اهو المدخل ده يا جماعة، هو ده بتاع ايه، بتاع المصابيه، بيوضبوه يا جماعه. تمام، افتكرت انا كده، لان انا كنت هنا قريب، فبنخش في المنحدر ده اللي ملوش معالم، ومش عاملين يفط ولا عاملين اي حاجه، هو بيعتمد على ايه، على ذكائك الفطري. ونخش كده 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 كده، نرجع تاني لما يخلصوا بقى البوابة دي، هتلاقي نفسك داخل جاي ايه، جاي في نفس الطريق ده كده. وفي مطب اهو، بس للأسف ما كانوش عاملين مطبات تحذيرية، بس هو خفيف الحمد لله، مش تقيل يعني، اهو زي ده اهو الاوتوبيس اللي قدامنا كله، بس احنا ايه، طالما ايه، طالما شايفينه يبقى ناخده واحده واحده، ملهاش لازمه ان ايه، ان احنا نكسر العربيه يعني، ولا انك تبوظ العفشه بتاعت العربيه، طالما في الامكان التهدئه يبقى ايه، يبقى نهدي. والدنيا زحمة، عاملين صف وطابور، عارفين نخش ورا الراجل الطيب ده ولا نعمله ايه، مش عارف. انا داخل لاونر معايا كيو ار، يعني داخلين مقاسين برضه، انا لقيته دخل فدخلت وراه، معلش. هو طبعا الماظه بي فيها ايه، فيها كيو ار كود، لو مش داخل ايه، او مش داخل الفندق، هي فيها فنادق جوه،
فندم. تمام الحمد لله. انا عديت البوابه اللي هي الاولانيه دي. تمام. يعني انا قدامي دقيقتين كده باذن الله اكون عم باخد بالي. تحت امرك. مع السلامه. هادي على الماظة بيا يا جماعة. المفروض ان انا داخل اخد حد من جوه. في مجموعة فنادق جاز طبعا. هو عشان تقف بقى على البوابه تستنى الصف ده. هو بتوع السكيورتي بيتشيكوا على ايه؟ بيتشيكوا على انت داخل لمين بقى ورايح فين ومش عارف ايه، ويقف يحكي الحكايه مع كل ايه، مع كل عربيه، يضيع لك مع كل عربيه 10 دقايق. تبقى انت عايز تيجي ايه؟ تيجي قبل ميعادك بقى بايه؟ بساعه ولا باي حاجه. ما اعرفش على فين. معايا لوكيشن للمكان. ارجع تاني. طيب الف من هنا. تعال اشوفها تاني لو عايز. انا واحده ايه لوحدة. ايوه. تعرفت منين بقى؟ انت عندك جهاز اللي هنا. تمام. ده مدخل الفنادق اللي هي بتاع جاز. في ثلاث فنادق جوه بس انا مش رايح ايه، مش رايح الفنادق. ديكو ايه؟ ديكو شفته معايا. هو المازا بيه. يمكن اول مرة نصورها من جوه. كده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى يا جماعه. استاذنكم اللي عجبه الفيديو اعمل اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو اكتب لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث ايه؟ بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه. ونشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد قريبا. مع السلامه.